أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنانه لجهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ترتيب أكبر عملية لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا منذ الحرب الباردة. بالنسبة لعملية التبادل التي جرت، فقد شاركت العديد من الدول في هذه المهمة. على سبيل المثال، بالنسبة للمواطن الأمريكي الذي عمل تحت غطاء صحفي لكنه كان يقوم بمهام استخباراتية، في المرحلة الأولى قام ولي العهد السعودي بدور فعال في هذا العمل، ونحن ممتنون له أيضا على ذلك، لأن هذا أدى في النهاية إلى عودة مواطنين إلى بلدهم. هل نجحوا؟ كلا، لم ينجح العدو في أي شيء. أولاً، نجحت قواتنا المسلحة في السيطرة على الوضع وبدأت بدفعهم تدريجياً إلى خارج الحدود. ثانياً والأهم من ذلك، لم يحدث أي تباطؤ في تقدمنا، على العكس، من خلال نقل تلك التجمعات الكبيرة وغير المجهزة إلى منطقة الحدود، أضعف العدو نفسه في محاور رئيسية وسرعت قواتنا عمليات الهجوم.